العشر الأواخر التي تكتنف بين طياتها ليلة القدر، ومن أجلها عظمت العشر كلها، من أجل ليلة القدر التي سماها الله ليلة القدر ووصفها فقال ليلة مباركة، وجعل من فضائلها وخيراتها ما خصت به سورة كاملة باسمها تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة، سورة القدر. وجاء في مطلعها هذه الإشادة بشأنها، وهذا السؤال الباعث على تفخيم شأن الليلة وتعظيم أمرها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ كل شيء في القرآن قال الله عز وجل فيه وما أدراك، فهو شأن عظيم. وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما هي؟ هذا الشأن العظيم لليلة القدر جاءت الإشارة إليه في جمل من الفضائل. قال ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه البركة في مضاعفة الثواب والعمل، خير من ألف شهر فيما مجموعه أكثر من 83 سنة. العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، والأجر فيها مضاعف عن الأجر في غيرها. ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن فضائل هذه الليلة وبركاتها قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ينزل جبريل عليه السلام أمين الوحي الروح الأمين، والملائكة الكرام معه، والملائكة لا تتنزل إلا بكل خير ورحمة وبركة، فنزولها إذان بعموم الخير والرحمة والبركات في تلك الليلة. ولهذا قال الله تعالى سلام هي، حيث لا شرور ولا آفات ولا كروبات ولا مصائب ولا شيء من المكروهات في تلك الليلة.